اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر الذي نقدم لكم من استديوهات القناه للحديث حول الجوله 29 لحساب منافسات الدوري الاحترافي في قسمه الثاني والمباريات اللي اجريت قبل قليل من الان. ابرز مباراه هي التي تلك جمعت بين فريق المغرب الرياضي الفاسي وفريق الكوكب المراكشي نتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، قربت فريق المغرب الرياضي الفاسي رسميا من الصعود إلى القسم الوطني الأول والعودة لمكانته الصحيحة، كما أبقت فريق الكوكب المراكشي رسميا ضمن أندية القسم الوطني الثاني بعد تعثر فريق أولمبيك الجيرة أمام مدثمرة بنتيجة هدف دون مقابل. وللحديث حول هذا الموضوع سينضم إلينا قبل قليل أو بعد قليل عفوا من الآن عبد الحق المراكشي، أحد المسيرين الذين أصرفوا على سير فريق المغرب الفاسي وتوجوا معه بالثلاثية التاريخية رفقة الرئيس السابق مروان بناني. إذا للاتصال أو المشاركة في هذا البث المباشر، مرحبا بجماهير المغربية عامة وفريق جماهير المصوية خاصة، 0662-05-0840. أعيد رقم الهاتف للاتصال والمشاركة معنا 0662-05-0840. إذا مشاهدينا الكرام، فريق المغرب الفاسي حقق تعادل إن صح القول هيتشكوكي بعد أن كان منهزما في الشوط الأول بنتيجة هدف دون مقابل. فريق المغرب الفاسي أحد أبرز الفرق المرشحة للصعود إلى القسم الوطني الأول رفقة شباب المحمدية. وفي انتظار الالتحاق دائما عبد الحق المراكشي، ناخذ التعليق التي يعلق بها الجمهور المصاوي عادل دريز تيقول، او قبل ما نرجعوا للتعليق ناخذ عفوا عبد الحق المراكشي كما قلنا احد المسيرين السابقين الذين تعلقوا مع نادي المغرب الفاسي. عبد الحق مرحبا بك. اخي رضا ومرحبا بالمستمعين ديال شوف تبلو، وسلام على الجميع جميع الرياضيين، وتنتمنى الله سبحانه وتعالى الوباء يهزو علينا. اللهم امين. استاذ الحق، اولا نقول لكم تقريبا مبروك. فريق المغرب الرياضي الفاسي اقترب اكثر من اي وقت مضى من تحقيق الصعود الى القسم الوطني الاول، القسم اللي اعتادت الجماهير المغربيه عامه والمصويه خاصه انها تشوف الفريق ديالها في هذا القسم بعد تعثر شباب اولمبيك التيرا امام مدثمرة بنتيجه هدف دون مقابل. هذه الهزيمه ديال اولمبيك التيرا اعطت حظوظ كثيره لفريق المغرب الرياضي الفاسي من اجل كما قلنا العوده الى القسم الوطني الاول. اولا شكرا، وتنشكروا الجميع، وتنتمنوا فعلا الدورة 30 ان شاء الله تكون هي الدورة الحاسمة ان شاء الله باش غادي نثبتوا الصعود ديالنا اللي الحمد لله راه واحد النسبة مئوية مهمة. حنا في القسم الوطني الاول المكانة الطبيعية لفريق المغرب الرياضي الفاسي اللي معتاد الجماهير المغربية كلها والوطنية والافريقية تتعرف المغرب الفاسي في القسم الوطني الاول. ان شاء الله الدورة الجاية ان شاء الله غادي تكون دورة تأكيد صعود فريق المغرب الفاسي، وما بدي الا نهني جميع الرياضيين وجميع المساويين بهذا الانجاز اللي طال الانتظار ديالو، لان عمرنا في القسم الوطني الثاني في القسم مدانين اربع سنوات، والحمد لله بتدبر الجهود وبتدبر الجميع كل مكونات فريق المغرب الرياضي الفاسي، اليوم كل شيء فرحان وان شاء الله بان غادي ناكدوا الصعود والاحتفال ديالنا في الدوره 30 فاس ان شاء الله المقابله مع تمره اللي خصم لا يستهان به. تنحترموا الرياضيين وتنحترموا المنطق الرياضي اللي فيه ثلاث نتائج الانتصار الهزيمه التعادل، ما يمكنناش يقول لك ما يمكنكش تبيع جلد الدب حتى تكون متاكد من هذا، ولكن صح. ان شاء الله توفيق الجميع، وتنتمناو حظ اوفر، تنتاسفوا الفرق اللي ما استطاعتش تحافظ المكانه ديالها في القسم الوطني الثاني، وتنتمناو الروح الرياضيه تطغى الى الدورة 30 ان شاء الله، والمغرب الفاسي يطلع بالشرف ديالو بالروح الرياضيه ان شاء الله.
أكيد أن أستاذ الحق فريق المغرب الرياضي الفاسي خصص سيولة مالية هذا الموسم رفقة الرئيس الشاب إسماعيل الجامعي الذي انجذب مجموعة من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي والشتوي كذلك. ميزانية أو سيولة مالية مهمة خصصها المكتب المسير للنادي المغرب الرياضي الفاسي، إضافة إلى مجيء الإطار الوطني عبد اللطيف زريندو الذي كان ربما فعل الخير على فريق المغرب الفاسي أستاذ الحق. لا ننكرها إلا جائز، بأن فريق المغرب الرياضي الفاسي بأن مجموعة الجامعين وعلى رأسهم السي حماد وسي إسماعيل ولا كله سخرت واحد الإمكانيات مهمة، والمغرب الفاسي كان دائما المشكل المادي عنده هو العائق، ومجموعة أناسي دائما كانت سند كبير لفريق المغرب الرياضي الفاسي. اليوم الحمد لله تحقق. من ناحية تقنية لازم نشكروا كاع الاطر وعلى راسهم السي عبد اللطيف جريندو اللي ان شاء الله غادي يتحقق مع السعود، وكذلك الحاج عبد الرحمن السليماني اللي المدير التقني اللي كان هو وراء بزاف ديال الاشياء اللي مهمه، وما يمكنناش نساو سمير يعيش ومنير جواني منير الجواني هذا وسعاد السليماني كل الاطر التقنيه تنهنيهم وتنهنيو جميع المساوين، والمكتب دار عمل ديالو الحمد لله، لان اليوم تحديات ما يشوفش الواحد ان ثلاثه نقاط او جوج نقاط، لان كاين اكراهات كبيره واجهت فريق المغرب الرياضي الفاسي وعدد الرؤساء وعدد ديال الاطر، لان كاين بزاف الاكراهات، والحمد لله تغلب عليها المكتب الحالي وتغلبوا عليها والحمد لله. تنتمنى ان شاء الله الا كنا ضمننا الصعود بواحد 85% ناكدوا في الدوره 30 ويكون هداف في 100% ان شاء الله، وتكون فرحه كبيره للفاس، ولكن رغم ان ذلك ما خصوش ينسينا باننا حنا الحمد لله فريق كبير وفريق عنده تاريخ، حنا غير العوده ديالنا للمكان الطبيعي ديالو ليس بانجاز، ولكن ان شاء الله المستقبل اللي غادي يكون على اعلى مستوى ان شاء الله. سي عبد الحق، غير باش انت كمسير سابق باش تنصح المسير الحالي عند فريق المغرب الفاسي وكل العناصر المصويه من اجل تحقيق الصعود وتحقيق المبتغى هذا الموسم، خصوصا ان الفريق على بعد اقل من خطوه وليس خطوه فقط، اقل من خطوه خلال المباراه الاخيره الذي غيقودها فريق المغرب الفاسي هناك بفاس امام فريق وداد التماره، كما قلتي الخصم ليس بالسهل اللي كيتواجد بمنتصف سبورة الترتيب. سي عبد الحق، فريق المغرب الفاسي كما قلنا هو فريق كبير، باش كتنصح المسيرين ديالو انه في حالة ان شاء الله تحقيق الصعود للقسم الوطني الاول باش يحافظ على المكانة ديالو، مش هذا العام يطلع والعام الجاي نشوفه عاوتاني نرجع للقسم المدني؟ ان شاء الله انا اللي تنطلب هما رجلينا يبقاو على الارض، نبقاو باننا رجلينا في الارض وما نبقاوش، ما لان انا قلت لك الصعود ليس بانجاز على فريق بطل، فريق اللي عنده القاب وفريق اللي هذا. المهم الصعوبه القيمه ديال الانجاز هو ان استمرار فريق المغرب الفاسي في القسم الثاني لاربع سنوات. صحيح. حداته هذا انجاز، ولكن صحيح. الانجاز ما تنسيناش بان قيمه المغرب الفاسي هي الالقاب. ان شاء الله بالتدبر هذا المجهود اللي قاموا به الناس وهذا المكتب اللي على راسه السي اسماعيل الجامعي والاب ديالو السي احمد ولا كل شيء. قاموا بواحد العمل جبار وتحقق الانجاز الصعود ان شاء الله اللي غادي يتاكد في الدوره الجايه، لان ما تنصبوش الاحداث هذا الدوره 30 ان شاء الله غادي يتاكد، لان خاص المغرب الفاسي من دابا تفكر غير في الاسبوع الجاي، ما تفكرش في القسم الوطني الاول، وملي تحقق الاسبوع الجاي ان شاء الله الدوره الجايه الدوره 30 الصعود تبدا ما ينعسوش ذاك الليله، يفكروا في المستقبل الفريق كل مكونات المغرب الفاسي، ما خصناش يغرنا الانجاز ديال النجاح، ما خص الفرحه تكون كبيره، الفرحه تكون حداتها استعداد لما هو قادم ان شاء الله، ما بغينا ان شاء الله يكون فريق المغرب الفاسي فريق يعود الى مكانه، فريق بطل، فريق يحقق الالقاب، خاصنا ان شاء الله اذا انا قلت لك ما نسبقوش الاحداث، خاصنا نصبروا حتى الدوره 30 ونلعبوا مع تماره ونحققوا المبتغى، وملي تحقق المبتغى وتصفر الحكم ديال المقابله في 6 العشيه ولا في 5 العشيه يكون التفكير مباشره ما هو قادم، لان فريق المغرب الفاسي فريق كبير، فريق القاب الجمهور ديالو ولا كل شيء ما تيقنعش بشي حاجه صغيره، تيقنع بالالقاب، ان شاء الله غادي يكون غير خير، ومكتب انا حنا متفائلين بان ان شاء الله غادي تضافر الجهود كلها وغادي يكون ان شاء الله القادم احلى ان شاء الله. ان شاء الله واكيد كل التوفيق للفريق المغرب الفاسي. استاذ حق قبل ما نختموا معك كلمه اخيره للاعبين
التشجيعيه للمكتب المسير المدرب فريق عمطيف دريندو قبل اللقاء الحاسم الدور الاخيره اللي غادي يستضيف من خلال فريق المغرب الرياضي الفاسي خصم عنيد اللي هو اتحاد تماره. اولا تنشكركم انتم كمحطه اعلاميه كبيره الحمد لله في المغرب ودائما تنستضيفوا الاحداث العامه اللي كتدور في الوطن وربما خارج الوطن، ولكن بالنسبه للاعبين وبالنسبه للاطر التقنيه كلهم تنهنيهم العمل اللي قاموا به، ولا الاداره ولا المكتب ولا كل شيء، وتنهنيهم وتنبغي نوجه واحد التحيه خاصه لواحد اللاعب اللي احتاجته المغرب الفاسي، جوج اللاعبين احتاجتهم المغرب الفاسي وبينوا في الدورات بانهم لاعبين من سنة الكبار، ليس بالسن وليس بالجهود بالمخزون البدني ولكن بالتجربه، هو عصام الراقي وخضروف. صحيح. الدور ديالهم انا على حسب التتبع ديالو على حسب المقابلات الثلاثه الاخيره اللي تابعتها بان الدور ديال عصام الراقي لا يقاس بالعمر ولا يقاس بالمخزون البدني وخضروف، لأننا كانوا ناس داخل الملعب كانهم باستراتيجي واحد اللي تيرسموا وتيمشيو وتيطلعوا لو ريت وتيهبطوا وتيعرفوا واش يديروا، عرفتي زعما تحيه لجميع اللاعبين من امير البرقابي واللاعبين كلهم بالاحتياطيين بكل شيء بالاطر التقنيه، ولكن هذه نظره لان واخا ان ربما تلاقيتهم شي مره من اللي جاوا لفاس، ولكن تنبغي نوجه لهم واحد التحيه وتنقول لهم بانهم راه عطاو المغرب الفاسي وغادي يبقى الناس اللي تعرفوا عطاو الفريق المغرب الفاسي داك الشيء اللي كانت محتاجه له وداك الشيء اللي جاوا من اجله، هو انهم يساعدوا فريق المغرب الفاسي يعود للمكانه الطبيعيه ديالو، وغيبقاو لاعبين ابطال وغيبقاو لاعبين دوليين وغيبقاو لاعبين كبار. وشكرا لكم وشكرا للجميع، وتنتمناو نتلاقاو الاسبوع الجاي ونكملوا التهنئه ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله سي عبد الحق المراكشي، شكرا للمداخله ديالك، كنتي معنا من مدينه فاس مباشره للحديث حول موضوع اقتراب فريق المغرب الفاسي من تحقيق حلم الصعود الذي ظل يراود كل مشجع مصاوي منذ 4 سنوات تقريبا. شكرا مره اخرى سي عبد الحق المراكشي، وحظ موفق لفريق المغرب الرياضي الفاسي. دائما في انتظار تفاعل باقي الجماهير المصاوية مع هذا البث المباشر. الاتصال بنا مرحبا بكم على الرقم 06-62-05-08-40. وناخذوا بعد التفاعلات ديال المعلقين عبر الصفحه الرسميه لشوف سبور. فؤاد، وقبل ما ناخذوا فؤاد اللي قال ديما ماس ان شاء الله الصعود هذا العام، غادي ناخذوا واحد مكالمه هاتفيه. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنحاول احوال مزيان. لاباس الحمد لله. الاسم الكريم والمدينه؟ ياسين من تطوان. ياسين من تطوان، مرحبا سي ياسين. ترحب بك جنة أخي. أولا وقبل كل شيء أقول أحيي هذه القناة الجميلة التي تؤتي وتبدع وتفنن فضاءات هذا العالم الأزرق. ثانيا بغيت نتكلم على فريق المغرب الفاسي اللي كنحيي الجمهور ديالو اللي ساند الفريق في الدورة الأولى قبل دورة الجائحة هذه، لان فريق المغرب الفاسي المكان الطبيعي الاول ديالو هو القسم الوطني الاول ماشي يعني القسم الوطني الثاني، لان الفريق يا ما عودتنا مباريات الفريق في سواء في القسم الوطني الاول او في كاس الكونفدراليه الافريقيه او في عصبه الابطال الافريقيه، فهمتي؟ صحيح. يعني فريق المغرب الفاسي بالرغم أن فريق المغرب الفاسي أولا أي فريق يعني راه ماشي الربح يعني تربح ولا التعادل هي سميتو، راه ملي كنشوفوا فريق المغرب الفاسي كيلعب الكرة راه واخا كيخسر فريق المغرب الفاسي رغم أنني يعني ماشي موحد لفريق المغرب الفاسي، ولكن كنبغي فريق المغرب الفاسي يكون في القسم الوطني الأول لأنه فريق رائع جدا وينشط البطولة ويمتعنا ويتشتت ويبدع فضاءات المراقبه بكل صراحه سميتو. هذا هو الكلام ديالي. شكرا. وشكرا سميتو، كنقول مبروك لجماهير فريق المغرب الفاسي لان الجماهير المغربيه كامله اخوه فيما بعدها.
شكرا جزيلا ياسين، وحظ موفق كذلك فريق المغرب التطواني للفريق الام ديالكم ياسين. اذا كان معنا ياسين من مدينه تطوان. صراحه في بادره طيبه انك تشوف جماهير من مدن اخرى تتعاطف مع فريق كبير، فريق عريق، فريق له مرجعيه كبيره في كره القدم المغربيه، اعطى الشيء الكثير لكره القدم الوطنيه المغربيه والمنتخب الوطني. الكل يتذكر الانجازات التي حققها النمور الصفر قبل سنوات قليله من الان، خصوصا الفتره الذهبيه التي توج من خلالها بثلاث كؤوس غالية رفقة الرئيس السابق مروان بناني. وناخذ اتصال اخر. وي السلام عليكم. السلام عليكم. شكون معايا؟ من اسم كريم المدينة؟ فاس. الو؟ وي اخويا زكريا من فاس. زكريا من فاس، مرحبا سي زكريا. انا اول حاجة بغيت نتكلم على فريق المغرب الفرنسي. مرحبا. اول حاجه مبروك علينا التعادل اللي هو بطعم الفوز. صحيح. اللي بقات لنا واحد المقابله اللي هي كتعني لنا الشيء الكبير، اللي هي كتساوي لنا الصعود. اربع سنوات من العذاب، اربع سنوات من المحنه، اربع سنوات من 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 الاعصاب، اربع سنوات من بزاف ديال الحوايج قبيحه. كنظن باللي هذا هذه السنه ديالنا غادي نقولوا الكلمه ديالنا. حقاش فريق المغرب الفاسي خلق يلعب على الالقاب. فريق المغرب الفاسي شرف المغرب محليا وافريقيا وبزاف ديال التظاهريات. فريق المغرب الفاسي ديما حاضر في اي تظاهريه وطنيه. في 1997 كانوا خمسه في ليكيب ناسيونال من كاس افريقيا الشبان، كان في كيتيويش برام بوريصاي البارودي واكرم روماني. 1976 شامبيون دافريك المغرب كانوا اربعه تيتولار كيلعبوا من الماس. اذا المغرب الفاسي كما قلت لك خصها تكون في المكانه الطبيعيه ديالها. حنا ما غاديش نحتفلوا بالصعود، حنا غادي نحتفلوا بالرجوع للمكانه الطبيعيه ديالنا، حيت المغرب الفاسي بالقيمه ديالها الصعود ماشي انجاز. صحيح. بحال شي واحد كان مريض وغيبرا، فهمتني؟ غادي نرجعوا للمكانه ديالنا ان شاء الله باذن الله، وغادي نقولوا الكلمه ديالنا. وكنظن جميع جماهير مصر المغربيه توحشت الجماهير ديال مصر وتوحشت المغرب الفاسي، حيت المغرب الفاسي ديما كنسمعوا هي ديك الملحه ديال الطعام، فهمتي؟ خصها تكون توحشنا ديك المقابلات الكبرى ديال الماس مع 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 الفرق الكبار. توحشنا ديك الحساسيه ما بين الجماهير الزوينه، فهمتني؟ عينا من القسم الظلمات، عينا من بزاف ديال المسائل. كنظن هذا العادي هذا السنه ديالنا، وغادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله باذن الله. زكريا انت كاحد مشجعي الفريق المغرب الفاسي، كيفاش كتواضعوا مع الوضع في ظل زمن كورونا وعدم السماح للجماهير الحضور الى الملاعب، وانتم كتتابعوا المباريات ديال الفريق ديالكم في واحد الموسم استثنائي، كتتابعوا من المنازل ديالكم حتى المقاهي، فممنوعين انهم ينقلوا الماتش ديال الفوتبول سواء كيف ما كان النوع ديالها، سواء في المغرب او خارج المغرب. كيفاش كتعيشوا او التعصب ان صح التعبير، وانكم كتفرجوا على الانفاس ديالكم في واحد الفريق اللي كتبعوه لسنين وسنين، خصوصا وانتم عندكم واحد الحلم منذ اربع سنوات، الحلم ديال تحقيق الصعود للقسم الوطني الاول. هذا الشيء ماشي بالسهل علينا الصراحه، الله سيتو فضل فيه. انا كنقول كما كان كما كانش هذا الوباء زعما اللاعن والله من هذا المنبر كنقول اللهم تعاليه الزو علينا، كتلعط المغرب الفاسي في الدوره 26 ولا 25، حيت لحقاش كنا غاديين مزيان، والقوه ديال المغرب الفاسي هي الجمهور ديالها، فهمتني؟ الفريق اللي كنا كنمشيو تبارك الله بينا 20000 كنا كنديبلاصاو المكناس كنمشيو خارج الميدان ديالنا، مشينا لكازا 7000 بينا، مشينا لقنيطره 8000 بينا. ثق بيا خويا، كان هذا الماتش هذا بالجمهور كراه 30000 في مراكش مصاوي. صحيح. فهمتني؟ كبقات واحد الفئه اللي قليله اللي عندها العمل ديالها. الجمهور المغرب الفاسي صعيب علينا، كنحاولوا مع بعض الاصدقاء حنايا نحاولوا نجلسوا في شي منزل ديال احد الاصدقاء ونديروا ديك الجو بحال اللي جالسين في التيران ونحاولوا نغنيو ونديروا ديك الجو لراسنا باش كنديروا نرفعوا المورال لراسنا. كما كتشوف قبل الفرصه الاخيره اللي كنتي شاهدتي المقابله ديال المغرب الفاسي كان ضيع حمزه الجناتي. فرصه كتساوي الصعود وكتساوي المكانه الطبيعيه ديالنا. ما ماشي مشكل، حنا المكانه الطبيعيه ديالنا تاجلت للعيد اليوم الجمعه اللي هو عيد المؤمنين، وغادي ان شاء الله نحتفلوا. عندي واحد القناعه باللاعبين اللي غادي يحققوا
الصعود في مدينه فاس في مقبره الخصوم اللي هو ملعب الحسن الثاني بفاس. صحيح، وربما فريق الملعب حسن الثاني او الملعب الكبير بفاس اشتاق الى جماهيره، اشتاق الى جماهيره. احنا شقينا، احنا شقينا له صراحه الله، وان شاء الله باذن الله غادي نحتفلوا بالصعود واخا كاين هذا الوباء، نحاولوا نحتفلوا في منازل ديالنا وغادي نرجعوا للمكانه الطبيعيه ديالنا، وديك الساعه عاد غادي نفتحوا ملف الالقاب اللي احنا متعودين عليه. اكيد زكريا، شكرا على التدخل ديالك. شكرا طيب، وشكرا بزاف على البرنامج ديالك. موفق. اذا كان معنا زكريا من مدينه فاس. زكريا يعني متحمس ان ترجع الاجواء كيف ما كانت وترفع عنا هذا الوباء ان شاء الله، وتعود الجماهير المغربيه عامه والمصويه خاصه الى المدرجات لتأتيت فضاءات ملعبي الحسن الثاني ثم ملعب الكبير لفاس، احد الملاعب التي احتضن مباريات عديده وكبيره لفريق المغرب الفاسي، والذي كان فعلا خيرا على النمور الصفر، لعب به مجموعه من الانديه سواء وطنيه او على المستوى القاري، وهناك حيث كان التتويج بالثلاثيه التاريخيه هناك صنع جيل ذهبي الفرحه بمدينه فاس بالمركب الرياضي ان صح التعبير الكبير لفاس، على امل كما قلنا ان ان شاء الله ترجع الامور الى مجاريها ويرجع فريق المغرب الفاسي الى مكانته الطبيعيه بالقسم الوطني الاول. انا نديروا واحد القراءه التقنيه حول المقابله اللي تلعبات او المقابله اللي تلعبوا اليوم، وناخذوا اتصال اخر اكيد ان الجماهير المصويه متحمسه. السلام عليكم. اهلا سيدي، اخبارك لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. سيدي واش دابا بالنسبه لهذا البرنامج واش تاخذوا لي بريستاسيون ديال الناس اللي تيبغيو المغرب الفاسي؟ اكيد مرحبا، عطينا السميه بعدا. معك الاسم الاخ مسيو بوطيبديس من تماره. مرحبا. انا اليوم تيظهر لي بان كانت في اخر دقائق المقابله ضد مراكش لحد ما حلفناش. صحيح، جانا شي ولكن هناك واحد الاشكاليه اللي هي صعيبه بزاف، وهو ان انا كواحد من اكبر المشجعين وفي العمر ديالي 60 سنه تنقول للجمهور الفاسي ككل بان المقابله ضد تمارا غيكون بمثابه لغم. صحيح. و لان من بعد الديكونفينمون تمارا بينو على واحد المستوى اللي راهو رفيع جدا، وتنذكرهم لا هما ولا سيدي قاسم اللي خلاو لنا الامل ديالنا. صحيح. وشيء الأكيد بغيت نوجه من هذا المنبر في رسالة لكل جماهير الفاسية بأن هذه المقابلة غادي تكون هي المفتاح إن شاء الله باش يرجع المغرب الفاسي هذاك التوهج ديالو الكبير إن شاء الله، وغادي نرجعوا للألقاب ان شاء الله. واكيد ان فريق المغرب الفاسي اصبح قريب من تحقيق حلم ملايين صح التعبير الجماهير المصويه بالصعود الى قسم الوطني الاول. وبرافو جي فوزون كوراج. ميرسي. وانا غادي نقول لك واحد شويه ديال الكلمات تقول للجمهور الفاسي باش يكون الروح ديالنا معهم في الملعب، وتنتمنى اللاعبين كلهم من دون استثناء ما يحاولوش ياخذوا الضغط النفسي عليهم، يلعبوها مقابله عاديه حيت هذيك بنت بالي مقابلة حياة أو موت. صحيح صحيح، فكما قلتي مقابلة ملغومة أمام فريق اتحاد تمارا في الدورة الأخيرة، يجب كما قلتي أن اللاعبين يركزوا كل التركيز ويأخذوا مقابلة عادية باش ما يكونش عليهم ضغط كبير وما يضيعوش عليهم فرصة وحلم ملايين المصويين، وخصوصا أن الفريق وضع قدمه الأول بالقسم الوطني الأول. لان انا غنطلب من كل لاعبين او خاصه الطاقم التقني يحاولوا ما يحاولوش يتصنتوا على باقي لي زيكيب، سيتادير تنهضر على السوالم او الجيره او المحمديه، يتكونسونتراو توتالمون على هذاك الماتش. صحيح. المهم ما نطولش عليك. مرحبا بك. انا فرحان
بالمعرفه ديالك ولدي. المهم تمنى حظ سعيد وهذا كل شيء اللي تنقولوا تنتمنى يدخل في دون لو كادر ديال الفير بلاي. وانا فرحان بزاف بالمعرفه ديالك، وانا دابا حاليا كننتعش لان انا بالنسبه لي هذا يوم ان شاء الله الجمعه المقبله تنتمنى بان من داخل الملعب الحسن الثاني اللي هو كيبقى بالنسبه لي واحد الملعب اللي بغيت يعطي ديك الدعم وديك الشحنه باش ان شاء الله يكون عندنا واحد الاحتفال كبير ان شاء الله ونرجعوا لمكانتنا الطبيعيه ان شاء الله. وكل التوفيق للفريق المغرب الفاسي، وشكرا على المداخله ديالك. ساعتك مبروكه ودي العزيز. شكرا. اذا توصلنا بمجموعه من الاتصالات من مختلف الفئات العمريه للمشجعين ديال الفريق المغرب الفاسي، ولا زالت هناك اتصالات جاريه. ناخذ اتصال اخر. وي السلام عليكم. الو. وعليكم السلام. مرحبا. اسم كريم. رضا الضاحك من مدينه فاس. مرحبا سي رضا. تفضل سي رضا. اول حاجه كنبغي نسلم على كاع المصاوين وقال. الو الو كتسمعني؟ وي كنسمعك دابا سي رضا. اول حاجه كنبغي نسلم على كاع المصاوين وكاع المصاويات مساندين الفرقه ديالهم. كنسلم على الجوار وكنحييهم واحد واحد، واخا كاينين بعض الاخطاء بالحق راه داروا لي عليهم. كنتسناو الماتش الجاي فريق الصبر ان شاء الله ربي يكون كتب لنا حنا الطلوع والفرقه الاخرى ما سبقناش فيها. نعم ما سمعتكش رضا. الو ما كتسمع والو. كنسمعك دابا كنسمعك. سمعتي والو من الاول؟ لا سمعتك. شنو قلتي في الاخر؟ قلت لك ان شاء الله الصعود غيكون نصيب الفريق المغرب الرياضي الفاسي ان شاء الله. وما سوقنا هنا في حتى شي فرقه اخرى. نتمنوا التيره في الحقيقه. صح. كيف ما قلتي ان فريق المغرب الفاسي خاصو دابا يركز كل التركيز على مقابلته الاخيره امام اتحاد التمارة، ويتسنى حتى شي نتيجه اخرى يفوز بثلاث نقاط وان شاء الله يرجع للقسم الوطني الاول. اي وحنايا بجنبهم حنا الجمهور ديالهم بجنبهم اكيد. سوا شنو الموقع واخا كون خسرنا في هذا الماتش غادي يلقاونا الماتش الجاي كنتسناهم يدخلوا للتيران كنتسناهم يخرجوا غادي يفرحونا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا رضا للتدخل ديالك وكل التوفيق مره اخرى للفريق المغرب الفاسي. وكما قلنا وكيف ما شفتوا مشاهدينا الكرام ان الجماهير ديال المغرب الفاسي مختلف فئاتها العمريه كتصل بنا من اجل المشاركه في هذا البث المباشر الخاص بفريق المغرب الرياضي الفاسي. رجعوا للقراءه المباريات وناخذ اتصال اخر قبل ما ندير قراءه في المقابلات. السلام عليكم. وي السلام عليكم. الو الو. وي كتسمعني؟ كنسمعك. الاسم كريم. محمد طوارة. مرحبا سي محمد. شنو مدينة؟ فاس. مرحبا سي محمد فاس تفضل. الو. وي سي محمد ما كتسمعنيش؟ حلا حيد اللايف من التليفون انا كنسمع الصوت كيتعاود ليا. هاي انا. السلام عليكم. وي سي محمد تفضل. الو. كنسمعك. وي تفضل. تفضل سي محمد. محمد طوارئ. مرحبا سي محمد تفضل. كنتمنى الصعود ان شاء الله للماتش. كنتمنى اذا انقطع الخط بمحمد على امل انه يجد اتصال بنا. اذا ناخذ القراءه الاوليه للمقابلات اللي تجرات اليوم الاثنين برسم الدوره 29 لحساب منافسات الدوري الاحترافي قسمية الثاني، وخصوصا ناخذ المقابلات ديال اربعه ديال الفرقين اللي هما كيتنافسوا بقوه على الصعود للقسم الوطني الاول. شباب محمديه متصدر الترتيب تعادل بميدانه امام فريق اتحاد سيدي قاسم الذي كان يصارع الزمن من اجل البقاء ضمن القسم الوطني الثاني.
اولمبيك جيرا المنافس الثاني على الصعود الى القسم الوطني الاول انهزم بميدانيه امام او خارج ميدانيه عفوا امام وداد تماره، ثم الشباب الرياضي السالمي حقق انتصارا مهما امام جمعيه سلا بنتيجه هدف دون مقابل. هذه المباريات غيرت ربما نوعا ما في جدول الترتيب، اصبح فريق شباب المحمدي يحتل الرتبه الاولى عفوا برصيد 84 نقطة، وقبل ناخذ واحد الاتصال نرجع للترتيب. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وي كنسمعك، الاسم كريم. لاباس الحمد لله. برنامج شوف تيفي. مرحبا، اعطيني اسم كريم. سمية عبدو. عبدو. وي عبدو، شمن المدينة؟ عبدو من الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا السي عبدو. الولايات المتحدة الأمريكية مدينة نيويورك. مرحبا السي عبدو، مرحبا بالجالية المغربية خاصة بالديار الأمريكية والمصوية اللي كتواجد هناك بأمريكا. كنت من الصعود الفريق المغربي في كاسي رغم أن بعض النهار كنا على الأعصاب ديالنا وشات شفنا واحد المقابله جيده وان الماتش كانت لعبه مزيان ضد نجر اللاعب وقع كونتر اتاك وكان واحد التماطل من المدافعين ديال الفريق المغربي الفاسي، ولكن قدروا انهم يتداركوا وبداوا رجعوا في النتيجه قبل ما من نهايه الشوط الاول بعد اخبار فاره ضربه جزاء للفريق الفريق اللي قاسم ولكن للاسف ضاعت. من بعد جات اخبار فاره من تماره لكن استفدناش حنايا من الانتصار من هذا الانتصار ديال تماره لان ضيعنا فرصه في الدقيقه الاخيره. هذا ما كيعنيش ان فريق المغرب في صعب حسابيا، ولكن ادى فريق المغرب في يمكن له انه يصعد لان بقات المقابله في يديه. صحيح. لو قادر يعمل كل شيء وادى كل شيء بالهضره معايا ابتزال الشخص اللي قبل مني ما يحاولش انهم يركزوا على حق الحسابات لا حق لا خسرت لا تعادلت المراس ربحت خسرت المحمديه ربحت السوالم ربحت التيره، غادي الا درنا هذه الحسابات هذه غادي نخسروا. دونك كنتمنى ان الجمهور في المواقع ديال الوحيد بالماس والمصاوي العالمي المصاوي بخير وهذه الجمعيات القرويين وجمعيات المغرب التاسي وهذا كاملين انهم يحاولوا يديروا الكوراج. صحيح. ما يبقاوش يدخلوا لهذ الحسابات. كتبداو ان فريق ديال فاس انهم نهار الباص ديال الجمعه حاولوا انهم يتعرضوا للفريق يخرجوا كاملين الكاس كامل تخرج تعرض للفرقه هذا تقدرهم انا حنا معاكم ما تحاولش تدخل معاهم في الضغط ولكن تخرج قالنا راه كوفيد وكذا ولكن احترموا لان مقابله العمر بالنسبه رغم اننا بالنسبه لهذا الفريق ديالنا يعني ماشي ديال يعني لانه شي فريق طويل الاتفاق ديال القاطرات المغرب اللي كاينين دابا لان كاين خصنا موارد بشريه وموارد ماليه وبزاف ديال الامور. تحياتي لكل مصاوي العالم وشكرا ليك وديما ماكس خاطر لعبت في الزيامات تراو الزيامات حنا تابعين الماتش. اكيد شكرا عبدو الجاليه المغربيه المقيمه بالديار الامريكيه. كان معنا عبدو من امريكا مشجع مصاوي وكيف ما قلنا الجماهير المصاويه منتشره في كل بقاع العالم، هذا كيأكد ان الفريق هو فريق كبير، فريق له قاعده جماهيريه داخل وخارج ارض الوطن في جميع القارات الاسيويه والافريقيه والاوروبيه والمجموعه من الدول العالم تتواجد الجماهير الفاسيه العريقه التي ابدعت ولا زالت تبدع باغانيها الجميله وبتفوهاتها الجميله كذلك عندما كانت الامور عاديه وكان الجمهور يؤتت فضاءات الملعب الكبير لفاس. نرجع للترتيب ديال البطوله الوطنيه في قسم الاحتراف الديار الثاني، قلنا شباب محمديه متصدر الترتيب الذي تعادل امام اتحاد سيدي قاسم اصبح يحتل او حافظ على مكانته الاولى برصيد 48 نقطه، ثم التعادل ديال المغرب الفاسي امام كوكب مراكشي رفع من النقاط ديالو الى 47 نقطه وبقى في المرتبه الثانيه. الجديد هو ان اولمبيك تشيرا انهزم امام فريق
والشباب الرياضي السلمي تفوق على فريق جمعيه سلا واولمبيك تشيرا ان هزم امام فريق وداد التمارا، وبالتالي اولمبيك تشيرا اصبح يحتل المركز المركز الثالث برصيد 45، ثم الشباب الرياضي السلمي احتل المركز الرابع بنفس عدد الذي توفر عليه اولمبيك تشيرا في المركز 45. واكيد ان الدوره الاخيره هي اللي غتحسم بشكل كبير من هما الفريقان الذين واللذان سوف يحققا الصعود الى القسم الوطني الاول. ناخذ اتصال ونرجع لقراءتنا للترتيب. الو السلام عليكم. الو انقطع الخط. اذا كيف ما قلنا فريق شباب محمديه 48 نقطه، شباب او المغرب الرياضي الفاسي 47 نقطه، اولمبيك تشيرا والشباب الرياضي السلمي عندهم نفس عدد النقاط 45 نقطه لكل فريق. فريق المغرب الفاسي كما قلنا هو الفريق القريب هو شباب فريق المحمديه، يعني هاد جوج فرق خاصهم يربحوا او يتعادلوا يتسناو حتى فرقه، خصوصا فريق شباب المحمديه اللي تقريبا حسم الامور ديالو بشكل كبير. ثم كيأتي مورا فريق المغرب الفاسي اللي كتنتظروا مقابله كما قال احد المتدخلين هي مقابله ملغومه امام فريق وداد تمارا. هذه المقابلة اللي غادي تكون بملعب حسن الثاني هناك بمدينة فاس، وإذا تمارا أكيد حتى هو غادي يلعب هذه المقابلة الند لند بقيادة الإطار الوطني الشاب هلال الطير اللي انتصر اليوم على أولمبيك تجير أحد المنافسين على الصعود للقسم الوطني الأول بنتيجة هدف لصفر. الجماهير المصاوية متفائلة بشكل كبير أن الفريق ديالها غادي يحقق الصعود القسم الوطني الاول، لما لو ان المكتب المديري لفريق المغرب الفاسي خصص سيوله ماليه كبيره منذ بدايه الموسم الكروي الجاري. اسماعيل الجامعي رئيس النادي يعني قام بمجهود كبير رفقه مكتب المسير، انتدبوا مجموعه من اللاعبين المخضرمين، شفنا كما قال السي عبد الحق المراكشي احد المسيرين السابقين ان الفريق انتدب لاعبين وزنين ك عصام الرقي احد النجوم المغاربه الذين التحقوا بفريق المغرب الرياضي الفاسي، وعبد العظيم خضروف اللي بينوا على انهم رغم التقدم ديالهم في السن الا ان في عالم كره القدم المستوى لا يقاس في السن وانما بالعطاء. اكيد كما قلنا فريق المغرب الرياضي الفاسي المكتب ديالو قام بواحد المجهود كبير يحسب له. ناخذ اتصال ونرجعوا. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. معكم اسم كريم. خويا طارق. خويا طارق شنو مدينه؟ خويا انا مدينه كازا ولكن مشجع ديال المغرب الفاسي. مرحبا مرحبا سي طارق تفضل. اخويا شفتكم دايرين واحد اللايف فيسبوك وانت انا بغيت اخويا نهضر على المغرب الفاسي. مرحبا تفضل سي طارق. اخويا المقابلة اليوم اخويا راه كنا على الاعصاب ديالنا اخويا والله العظيم. اكيد كل الجماهير الفاسية كنا على الاعصاب ديالنا اخويا والله العظيم كنا على الاعصاب. وي طارق كنسمعك. اخويا كنتمناو المغرب الفاسي الصعود. ان شاء الله. وراك عارف فريق كبير. صحيح. وشباب المحمدية ان شاء الله. اذا ربما هما جوج فرائي الاقرب ان صح التعبير على الورق للصعود للقسم الوطني الاول، هما الشباب المحمديه والمغرب الفاسي. حيت اولمبيك تشيرا ماشي شي فرقه تنقول لك ما عندهاش، حيت في البطوله الا عندك الفلوس راك تلعب، ما عندكش راك تولي طيح طيح وش عاود طيح. ولكن سي طارق راه اولمبيك تشيرا تا هما راه مازال لاعبين، هما الشباب الرياضي السالمي عندهم فرصه وعندهم امال انهم يحققوا الصعود، خصوصا بعد هذه المباريات ديال اليوم اولمبيك تشيرا عنده 45 نقطه في المركز الثالث، الشباب الرياضي السالمي حتى هو كذلك بنفس عدد النقاط 45 نقطه في المرتبه الرابعه. الفوز ديال هاد جوج فراقي مع تعثر احدى فرق المقدمه راه غادي تقلب الموازين ونقدر نشوف تقلب اخويا تقلب الموازين ديال الفارق. ولكن اخويا نقول لك واحد الكلمه، شتي لما طلعناش حنا هذا العام كمشجع ديال المغرب الفاسي لما طلعناش هذا العام ما نبقاش نتفرج انا في المغرب الفاسي. لا لا هو ماشي نهايه العالم. انا ما نبقاش حيت هذه ثلاث سنين هما كيعذبوني اخويا قسما بالله ثلاث سنين. ان شاء الله هذا العام يكون خير، هذا العام يكون خير، هذا العام يكون خير سي طارق. ولكن هذا العام اخويا مشتاق اخويا مشتاق دونور مع الراجل الوداد. غادي ترجع غترجع الامجاد ديال فريق المغرب الفاسي اكيد، بقى غير دوره وكل شيء بيد فريق المغرب الفاسي. دابا كل شيء بيد اخويا. شوف اخويا دابا المونتاج اللي عند فاس الطريق
عند المغرب فاسي هو انهم خاصهم غير يربحوا ما يتسناوش، ماشي بحال التشيره والشباب الرياضي السالمي، هاد جوج فرق خصهم يربحوا ويتسناو المحمديه والمغرب فاسي. اذا تحقيق الصعود وتحقيق الحلم ديال الصعود وتحقيق الفرحه المجموعه الملايين ديال 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 الجماهير الفاسيه، وكيف ما شتي معنا في هذا البث المباشر اللي شاركوا معنا من مختلف المدن الوطنيه، وكذلك كانوا لنا اتصالات من خارج ارض الوطن، كل شيء كيتمنى فريق المغرب الفاسي عفوا يحقق نتيجه الفوز في المقابله الاخيره امام وداد التماره باش يصعد القسم الوطني الاول بلا ما يتسنى حتى شي فرق اخرى. المغرب الفاسي عنده جمهور كبير اكيد خارج الوطن وفي ارض الوطن اكيد، وكيدي بلاصه يعني فاس وخارج فاس اكيد. هادشي اللي انا خويا انا مشجع ديال المغرب الفاسي حاليا كاين في كازا، وكو كانوا بالجمهور راه غادي نتنقل لفاس اكيد اكيد، وهذا هو الشغف ديال التشجيع ديال الفرق وخصوصا فريق المغرب الفاسي. كيف المغرب الفاسي عندي في الدم، في الدم عندي المغرب الفاسي في الدم اخويا، ماشي شي حاجه، ماشي غاديت ونولي نشجع المغرب الفاسي. المغرب الفاسي الحلم ديالي هي المغرب الفاسي نشوفها كتلعب مع الرجاء والوداد لي صفار مع الفرق. ماشي حلم الطريق، راه المغرب الفاسي لعب مع هاد الفرق كلها وتغلب عليها كذلك وفاز عليها في مجموعه من 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 المباريات، وان شاء الله ان شاء الله غادي يرجع يدير يرجع بقوه المغرب الفاسي. المسيرين كنطلب من المسيرين ما يفرطوش شي لعابه، ما يفرطوش فيهم وخا يعطيهم اللي عطاو يفرطوش فيهم. صحيح صحيح، كجيز كي بحال الجيزه، الجيزه ما خاصوش يفرطوا فيه. صحيح، مهاجم فريق اللي فرطوا فيه راه مهاجم خطير. صحيح، مهاجم معنى الكلمه. صحيح اخويا، حنا هذا هو الحلم ديالنا اخويا والله العظيم. الى شنقول لك السيمانه الجايه ان شاء الله يكون احسن احسن حلم عندي. وان شاء الله ان شاء الله اخويا طارق تحقق الحلم ديالك وتحقق الاحلام ديال جميع الجماهير المصويه. لا خويا ان شاء الله السيمانه الجايه بغيناك دير لنا عاوتاني فيديو في فيسبوك ان شاء الله، ولكن مين لعبوا المغرب فاسي سالوا المقابله دير لنا فيديو اخويا ونعيط لك اخويا اكيد اكيد ان شاء الله أخوي. اكيد نحتفلوا معكم ونحتفلوا مع كل اللي فرحوا مع شوف تي في. شوف تي في راك عارف الله يحفظك. شكرا شكرا طارق. شوف تي في راه عائله ديالنا. شكرا طارق، شكرا انتم كذلك والله العظيم اخويا العائله ديالنا شوف تي في، حيت شوف تي في فيما مشينا كنلقاوها. هذا شرف، هذا شرف طارق اخويا، انت الشرف لينا اخويا، انت تكون معلق عند شيف تي في وعند يعني كتاخذ تصريحات مع الشباب وعند كل شيء. شكرا شكرا طارق، شكرا لك. اذا كان معنا طارق احد مشجعي فريق المغرب الفاسي من مدينه الدار البيضاء، حلمه كما حلم مجموعه والملايين من الجماهير المصويه، وهو ان يحقق الماس الصعود للقسم الوطني الاول. ولا زال المكالمات مازال كيجيونا، ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. رحمة الله. الاسم الكريم؟ عبد الواحد النعمة فيه. عبد الواحد في مدينة؟ من فاس. مرحبا سي عبد الواحد، تفضل. بغيت نهضر خويا على الماس إلى نجات على خاطركم. مرحبا بكل فرح، حنا هادشي ديال البث مباشر على قبل المغرب الفاسي ولا قبلكم. الله يبارك فيك. تفضل. أنا مصاوي قح من عهد كماير الله يرحمه وسعيد الغلمي. الزمن الجميل. الزمن الجميل ديال الماس، راه تفرجنا في بونو، تفرجنا في حموصه اللي ما كيعرفوش المصاويين ديال دابا. صحيح. تفرجنا في فتاح، تفرجنا في الرواضي، تفرجنا في الماس الحقيقي ديال الامجاد. صحيح. وتحيه كبيره للجمهور المصاوي اللي كيتبع الماس من في المغرب كله من طنجه حتى للقويره، وتحيه كبيره للمصاويين خارج ارض الوطن. وتحيه للجمهور ديال المحمديه اللي تبع المحمديه، وكنتمناها تكون ان شاء الله في البريمير سيري، لان حتى هي تفرجت فيها في الامجاد ديالها شباب المحمديه. اكيد اكيد، هادو جوج فرق كبار عطاو لعابه كبار للمنتخب الوطني، احترفوا مجموعه من الدوريات، فريقين كبيرين. فريق وتحيه كبيره للناس ديال الاداره ديال الماس اللي الحمد لله الاداره معقوله وقفات مع الفرقه وكتحس بالجرح العميق اللي عند الجمهور المصاوي من الثمانينات. صحيح، وان شاء الله هذا العام اداره ديال الفريق المغرب الفاسي وكل الفعاليات المصويه راهم عملوا الجهد ديالهم اكثر باش انهم يحققوا حلم ديال مشجعين ديال فريق المغرب الفاسي. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو المبتغى ان شاء الله، وكنتمنوا ان شاء الله للماس الامجاد الامجاد ثم الامجاد ان شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. شكرا شكرا شكرا. إذا الجميل في الأمر هو أن الجماهير المصوية ربما في مختلف فئاتها العمرية صغيرا كان أو كبيرا
ذكرا كان انت وكل جميع الجماهير المصويه تتفاعل معنا من مختلف بقاع العالم كما قلنا داخل وخارج ارض الوطن. اذا الكل المتداخلين اليوم قالوا بان فريق المغرب الفاسي خاصو يربح المقابله الجايه امام فريق وداد تمارا، المقابله اللي غادي تجرى يوم الجمعه المقبل بالملعب حسن الثاني هناك بمدينه فاس العاصمه العلميه للمملكه، من اجل تحقيق حلم الملايين، حلم مجموعه من الجماهير المصويه التي تستحق كل التقدير وتستحق ان يكون فريقها ضمن القسم الوطني الاول. لما لا، وهناك مدرب كبير اسمه عبد اللطيف جريندو ولاعبين مخضرمين يحملون قميصا نمور الصفر، لما لا، وان كل الظروف مواتيه لهذا الفريق الذي اعتاد او اعتدنا عليه ان يكون ضمن انديه قسم الكبار، لما لا، وهو فريق المغرب الفاسي كبير بالقابه بلاعبيه برجالته بمسيريه الحاليين والسابقين، فريق يستحق ان يكون عفوا ضمن انديه قسم الصفوه، فريق له من امكانيات ما يكفي على ان يعود الى مكانته الحقيقيه. انه فريق المغرب الرياضي الفاسي الذي تنتظره مقابله حارقه يوم الجمعه المقبل كما اشرنا اليه في وقت سابق امام فريق وداد تمارا. كل التوفيق لهذا الفريق. ناخذ واحد المكالمه ونرجعوا لكم مره اخرى. السلام عليكم. او انقطع الخط. كما قلنا فريق المغرب الرياضي الفاسي هو فريق كبير، نتمنى كما يتمنى الجمهور الرياضي الفاسي. ناخذ المكالمه. وي السلام عليكم. الو. وي السلام عليكم. اخو احمد الله. وي سي احمد مرحبا. مرحبا بك. صباح الخير. كلشي بخير. اش من مدينه سي احمد؟ نعم سيدي. اش من مدينه؟ انا سيدي من المدينه ديال دحاكين رفق ولكن ولد فاس. مرحبا. مرحبا مرحبا سي احمد تفضل. هذا عبد السلام ماشي سي احمد. عبد السلام مرحبا. سي عبد السلام عفوا. سي عبد السلام مرحبا. خيركم في الحقيقه هذه الماتش ديال العشيه هذه راه عندنا على الاعصاب ديالنا. اكيد راه التعادل كانت الفريق المغرب الفاسي كان منهزم وعاد في المقابله وربما كان غادي يربح في اخر الدقائق لو الفرصه اللي جات للاعب جناتي. ماركي الفيت دقات تلك غير ماركي الفيت ولكن صحيح للاسف. وبغيت نسول على داك الماتش ديال جوج النقاط اللي عند الماتش واش حسموا فيها ولا ما؟ فريق المغرب الفاسي الى حدود الساعه محيد لي جوج ديال النقاط بعد مشاركه لاعب مشكوك في الامر ديالو او غير مؤهل امام فريق شباب الحسيمه. لحدود الساعه السي عبد السلام الفريق ما خصوش يشوف واش تحسمات ولا مازال، غير يربح. لا لا انا متفق معك. غير يربح. دابا شنو دابا اللي كاين هو الفرقه غتربح، نهار الجمعه تربح وداد تمانه سوا رجعوا ديك جوج نقاط سوا مشاو، راه ضمن البقاء ضمن الصعود عفوا القسم الوطني الاول رسميا. هذه النظره الواقعيه، هي هذه النظره الواقعيه. يعني هكا خصهم يفكروا المسيرين ديال فريق المغرب الفاسي واللاعبين ديال الفريق انهم ينساوا هذه القضيه ويفكروا في هذه اللقاء. ودابا عندهم يردون عاوتاني ذاك الايام الشميله. صحيح. دابا غير مساله وقت ومساله فوز في المقابله الاخيره كيعني رسميا بغض النظر على النتائج ديال الفرق المتباليه للصعود ديال الشباب الرياضي السالمي واولمبيك تشيره، يربحوا وداد تمارا نهار الجمعه الجايه ان شاء الله، راه فريق المغرب الفاسي غادي يرجع للقسم الوطني الاول وغادي يحتفلوا به انتم كجماهير ديال المغرب الفاسي وغادي يحتفلوا معكم نحن كذلك بعوده فريق كبير. كتب الله في الملعب الحسن الثاني ان شاء الله. ان شاء الله استاذ الجاد ديال الماتش مش الاسيان ديال الماتش قيباس بوطيام صحيح الجار هادو هادو من خيرات اللاعبين استاذ سلام من خيرات اللاعبين هادو اللي دازو في ماتش هادو نجوم هادو نجوم خالدين صحيح هادو نجوم ما يمكنش بنادم ينساهم نهائيا صحيح والماتشات ديال المغرب الفاسي مع التازي والجزائر والماتشات مع شباب المحمديه مع فطاط مع الوداد مع الرجاء مع الكوديم مع الكوديم هذاك الديربي مع سيدي قاسم سيدي قاسم هذو كل المباريات كانوا حارقه خصوصا سيدي قاسم ممكن اسمع شي بار ديالهم انهم قراب مدينه فاس ديربيات ديال الجهه وكان في الحقيقه هذا هو الحق ما نكذبوش على الله زعما خصنا الماتش طلع باش عاوتاني نستقوا ذاك الماتشات ونحضروا في جميع المقابلات وعلى المسيرين وعلى اولاد الماتش الحقيقيين اللي كنعرفوا الناس الغيورين على الفريق باش يقوموا بالواجب ديالهم احسن قيام
لان راه حنا كنا توحشنا ذاك الايام الجميله توحشنا بزاف. وان شاء الله استاذ سلام هذه الايام الجميله ترجع مع هذا الجيل هذا اللي كيقودوا الاطار الوطني الكبير سي عبد اللطيف جريندو، ان شاء الله ترجع الامجاد ديال الفريق. سي عزيز مع الاخ ديالو سي عبد الرحمن. صحيح. هادو قيدومين ديال الفريق. ديال الفريق. صحيح. قيدومين الفريق وكاينين ناس اخرين، كاينين ناس اخرين غير خص شويه ديال وخصو عاوتاني يرجعوا الفاس ذاك الهبه ديالها من خلال ذاك الدوريات ديال الاحياء والدوريات ديال رمضان والبحث عن النجوم. خص الاولاد فاس، الدراري فاس اللي ساكنين في فاس هما اللي يلعبوا في الفريق ديال المغرب الفاسي بحال اللي كان شحال هادي. كنا كنمشيو للباب مفتوح، كنا كنمشيو للبطحة، كنا كنمشيو للتيران المرميسي، كنا كنمشيو للتيران ديال سكولير، واش فهمتيني، بن سودا، الاطلس، شو شحال الفراقي اللي كانوا في فاس. كانوا فاس اللي كانت تتسخر بالفروق اللي كانت هي الروافد الاساسية ديال الفريق ديال المغرب الفاسي. هذا الشيء كله حنا في الحقيقة كنتأسفوا على الغياب ديال هذه المسائل هذه، وكان عاوتاني كان ذاك الاس اس كان ديال الرياضه ديال الرياضه المدرسيه. صحيح. دابا انا كنعرف بزاف ديال اللاعبيه ديال المغرب الفاسي اللي كانوا قراو معايا، التكناوتي، اشهابي، سعيد عبد الهادي السكيتي، ويخا طارق، هادو كلهم هادو الدراري ديال زملاء ديال الدراسه. واش فهمتيني؟ مين باطكم؟ باطكم من الاحياء. صحيح. باطكم من الاحياء. واش فهمتيني؟ لابد ما نرجعوا هاد الايام الجميله ورجعوا لنا هاد الدوريات ورجعوا لنا هاد المدرسه باش حتى ذاك الزخم ديال الكره فاس يكون عنده واحد التاثير ايجابي على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد المادي، سواء اللاعبين سواء المسيرين سواء المحبين. صحيح صحيح استاذ سلام، وكنتمنى ان شاء الله هاد الامجاد يكروها هذا الجيل هذا اللي كاين دابا مع مطيف جرين، وان شاء الله وتحققوا نتيجه ايجابيه يوم الجمعه المقبل امام وداد التماره. شكرا استاذ سلام. كل فرحه خير، الله يعاونك. شكرا. اذا اكيد كل الجماهير المصويه بمختلف الاعمار ديالها، خصوصا الجماهير المصويه اللي ربما تفوق 60 عام، تذكرت معنا جيل او اجيال رائعه مرت هناك بفاس. ناخذ اخر اتصال. الو السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. معك الاخ املاك من مدينه فاس. مرحبا مرحبا سي املاك. كنشكركم على البرنامج اولا. مرحبا. وكنتمناو ان شاء الله الصعود طبعا الفريق المغرب الفاسي الفريق العريق ديال مدينه فاس. ان شاء الله اكيد. الاخ ديالنا المقابله اليوم الحمد لله احنا كنا محظوظين، يعني تصور لو ان المغرب الفاسي كانت عادلت ومشي لها بحال كانت تتأزم، كان تكون حسابات اخرى. صحيح. في المقابله الاخيره. صحيح. الحمد لله يعني الحظ راه وقف معنا هذا النهار ودرنا واحد ان بوان دو كار يعني بالنسبه للفرق الاخرين، يعني تبعت عندنا 47 نقطه وكان بالمحمديه 48. 48 نعم. وتشيرا 45 وتشيرا 45 45 نعم. اذا شنو هو اللي كيخص الان؟ هو واحد الدعم النفسي بالنسبه للاعبين اكثر من الدعم التكتيكي، لحقاش اللاعبين عليهم ضغط اكيد، واللي كاين هو ان المغرب الفاسي دير في عينها انها غتلعب نهايه قبل الاول، لا تقبل وقت مع الاثنين. صحيح. لتجنبا لكل الحسابات اللي ربما ديك نقدر ندورو فيها، واخا ان الحظ يعني او النسبه ديال الصعود فهي في جانب فريق المغرب الفاسي اكيد. الصعود بين يديه. صحيح. اذا هذا هو اللي كنتمنى ان شاء الله نهار الجمعه، وان شاء الله نتمنى ان مدينه فاس تشعل الاضواء ويعود. حنا ماشي صعود الفريق المغرب الفاسي هو انجاز، راه الرجوع للمكانه الاصليه. صحيح. هذا هو المغرب الفاسي، المغرب الفاسي راه ماشي انجاز، هذا راه حق الصراحه، هذا دور حق الفريق المغرب الفاسي. صحيح. وكنتمناو من المكتب انه اثناء الصعود يتم واحد التغيير على جميع المستويات، وكنشكروا سي جريندو لان قام بعمل جيد هو السي سليماني، ونتمناو التوفيق لجميع اللاعبيه اللي الان كيموتوا على هذا الفريق، وكنظن ان شاء الله نهار الجمعه غيكون خير. وكنشكركم مره اخرى على البرنامج الاخر ديالنا، والله يجزيكم بخير وشكرا. مرحبا مرحبا سي املاك، وشكرا على التدخل ديالك. تحياتي. اذا ربما نكتفي بهذا الكم الكبير من المكالمات ومن الاتصالات
للجماهير المصاوية التي ربما قريبة أكثر من أي مضى للاحتفال بالفريق المغرب الرياضي الفاسي من أجل تحقيق الصعود إلى القسم الوطني الأول. لما لو أن فريق المغرب الفاسي يستقبل بميدان يوم الجمعة المقبل فريق وداد التمارة في مقابلة حارقة. سوف نكون إن شاء الله أو تكون الجماهير المصاوية على موعد كبير من أجل الدعم ومساندة هذا الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تخول له العودة وليس الصعود إلى القسم الوطني الأول، العودة إلى القسم الوطني الأول. إلى ذلك الحين نشكر كل من اتصل بنا وشارك في هذا البث المباشر. شكرا كذلك للضيف عبد الحق المراكشي أحد المسيرين السابقين بفريق المغرب الفاسي، وشكرا للطاقم التقني قناة شوف تي في الذي أمن لنا هذا البث المباشر. موعدنا إن شاء الله يتجدد يوم الجمعة المقبل بعد مباراة فريق المغرب الرياضي الفاسي وفريق وداد التمارة، وإلى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى.